جزيل الشكر وعظيم الاحترام لكم، واسمحوا لي أن أخص عنكم بكل اعتزاز مهرجان الإسكندرية السينمائي الخالد الذي صنع له في سنوات مكانة ضخمة وعملاقة في وسط مهرجانات الدنيا على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، لتكون الإسكندرية هي صاحبة الإبداع الرائق، المزاج العالي والفن والتحف الفنية والإبداعية يحتضنها في باكورة من بواكير المجد والإبداع الذي يتقدم إلى جماهير مصر الطيبة من الأطفال الشباب الصغير فالأكبر فالأكبر إلى كل التاريخ المجيد لهذا الوطن المجيد مصر. جزيل الشكر وعظيم الامتنان لكم ولمهرجان الإسكندرية.